عندنا هذايا موتور، هو احنا باش نركبوها لكيا سيراتو، انما هو هونداي كيف كيف نفس الدار ونفس الموتور. هذايا كيا سيراتو، باش نركبوها لكيا سيراتو. شوفوا ما شاء الله، هذا كامل ما ينقصه شيء. لاهي نبدو نبدو من هنا. هذايا الحساس نتاع العداد نتاع السرعة، طبعا البوبينات الشمعات هنا تحت الكاش. هذايا من هنا عندنا الدينامو اللي هو مولد كهرباء او دينامو او الترناتير. هذايا كومبرسور نتاع كيماتيزير، محرك كيماتيزير. من هنا فلتر الزيت وفوق منه حساس الزيت، هذا حساس الزيت. هنا جيت ترموستات في المكان هذا، هنا هذا حساس الأربع كام. هذوما البخاخات طبعا، هذوما البخاخات كلهم. هذه الفراشة كور بابيون، في منهم بالكابل وفي منهم بالإلكتريك، نوعين. هذه طرمبة لومبرياج تجي في البوات راكبة. هذوما الفيتاسات، هذا من هنا الدمرر اللي هو ستارتر. هذا حساس الفيلبركان اللي هو حساس الكرانك، كابتر نسموه احنا بلغة الميكانيك كابتر ديماراج. هذا الحساس الأمامي اللي يركب في الأربراكام اللي هو أنا نسيت هذا اسمه، نخدم بالزيت. هذا منا حساس الحرارة، يعني المفروض حساس الحرارة يجي حتى الترموستات، لا هما عاملين في آخر الكلاس من فوق. هذا جاي وحده مش مع الترموستات. هذا حساس آخر يخدم بالهواء. طبعا هذا الجوج متاع الزيت اللي هو نخيس الزيت، وهذا المصب متاع الزيت. وهنا هذا بلف التبخير، هذا بلف التبخير متاع كيا سيراتو ولا هونداي، هذا كيف كيف نفس الموتور. شوفوا ما شاء الله، ركبناه توا ما شاء الله. شوف فيه هذه مولاها ولد عمي مطوي، هاو ركبناهولو ما شاء الله. شوفوا الماء هنا أمورو مريقلة عادي. شوفوا هنا ما شاء الله موتور جديد ما شاء الله، صوتو تانكم تسمعو ما غير حل. أي كل أمور منظمة، مازال شوف الستلاسيون كيش نخدموها، شوف كيش تبدا مريقلة، ما فيها حتى شيء يظهر انها هي سيارة ممسوسة. هذا كله مازال ما ركبناش الباقي الفلتر نتاع الهواء، ومازال كلها هذا موتور جديد. جاب لنا الموتور نحي وجابونا الموتور نحي، احنا ركبناه. هذا الموتور الجديد وفي بالصدفة سبحان الله جونا زوز سيارات كراهب في نفس الماركة ونفس الموتور. يعني هذا موتور نتاع الكرهبة جاي الاثنين اللي جتنا، اللي هو هاو موتور هيكلي قاعد يحضر فيه، هذا ركبناه وهذا هو قاعد يحضر فيه. يعني شوف صدفة ما شاء الله غريبة، يعني كيفاش جو سيارتين في نفس الوقت وفي نفس الماركة. هذا اللي باش نركبوه للسيارة الثانية. شوف فيه ناخذ ركبناه
هذا باش ركبوه هنا.